شنو وقع للعاب عبد الحميد الصابري؟ الصابري اللي غبره اختفى عن لائحة الأسود هذه مدة، بان مؤخرا في آخر ظهور ليه في واحد الماتش ودي مع فريق الفيحاء، وكان باين أنه ماشي في الحالة البدنية اللي ولفناها عليها. داكشي علاش بداو بزاف الصفحات كي بارطاجيو التصاور ديالو اللي كان باين فيهم بوزن زائد، وبداو كيطلعوها عليه وكيقولوها علاش الركراكي ما عيطش للصابيري. ومع البارطاج ديال دوك التصاور بشكل كبير، الصابيري رد في ستوري انستغرام بهاد التصويره واللي كتب عليها: الحمد لله مورا شهر من العمليه عاوتاني رجعت نلعب كره ونماركي، وحط موراها البيت اللي ماركه في داك الماتش. ولكن السؤال هنا الخوت هو شنو اللي خلى عبد الحميد الصابيري اصلا يوصل لهذا المستوى ويتحول من لعاب متالق ونجم للعاب مهدد بالقتل من طرف الجماهير الفريق ديالو. اليوم غنعاود لكم بالتفاصيل شنو وقع مع الصابيري وشنو هو السبب اللي خلى الجماهير الايطاليه تهدوا بالقتل لدرجه انه سمح في الكره وهرب للسعوديه. الفاميليات ديالي انا فرحان بزاف وكنتمنى ان شاء الله نلعب في 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 المنتخب. كل شيء بدا نهار 12 شتنبر من عام 2022، وبالضبط النهار اللي اعلن فيه وليد الركراكي على اول قائمه ليه كمدرب المنتخب المغربي. ومورا الاعلان عن اللائحه كل شيء تفاجئ بوجود واحد اللاعب سميتو عبد الحميد الصابيري، الصابيري اللي ما عمره لعب شي ماتش مع الفئات السنيه ديال المنتخب، وهادشي لانه كان في السنوات اللي فاتوا كيمثل المنتخب الالماني. المهم في اول مباراه للصابيري مع المنتخب واللي كان ضد تشيلي سجل اول بيت ليه مع المنتخب المغربي بتسديده صاروخيه كما العاده، وهنا عرف لاول مره الجمهور المغربي شكون هو عبد الحميد الصابيري والامكانيات الكبيره اللي كيتميز بيها. والرحله الصابيري مع المنتخب استمرت واستدعاه الركراكي لكاس العالم، وهو اللي قدر يسجل اول هدف للمنتخب المغربي في المونديال وكتب اول صفحه من صفحات ملحمه اسود الاطلس في مونديال قطر. ومن بعدها مهد لينا الطريق مورا ما نفذ اول ركله ترجيحيه ضد المنتخب الاسباني بكل ثقه. الصابيري ما حبش غينا بل قدر يسجل هدف في الفوز التاريخي للمنتخب على البرازيل، وهذا الشيء كامل اللي كان كيقدم الصابيري مع المنتخب كان بالتزامن مع التألق الكبير ديالو مع فرقته سامدوريا الإيطالي. وبطبيعة الحال مع التألق الكبير الصابيري غيجيوه بزاف العروض من فرق من خارج إيطاليا وداخلها، ولكن الصابيري في الأخير قرر أنه يبقى في إيطاليا ووقع مع فيورنتينا فترة الانتقالات الشتوية اللي جات مورا المونديال، عقد لثلاث سنوات، وكان بشروط العقد أن الصابيري غيبقى مع فرقته سامدوريا لبقية الموسم، وحتى الموسم القادم عاد غيلتحق بفيورنتينا. وهنا نقدروا نقولوا باللي هذا القرار كان انتحاري عند الصابيري، وكان هو بداية المشاكل بالنسبة لي، بحيث أنه مباشرة بعد الإعلان على انتقاله لفيورنتينا، بدا المدرب سامدوريا السربي ستانكوفيتش بالتهميش للاعب وما بقاش كيدخلوا في حتى شي ماتش، لا أساسي ولا بديل، بل وما بقاش حتى كيكونفوكيه للماتشات، والغريب أن ستانكوفيتش ما كانش باغي يوصل حتى شي حل مع الصابيري، وما كانش كيبغي يهضر عليه ملي كيسولوه الصحفيين علاش ما كتدخلوش، وهذا الشيء اللي خلى الصحفيين يرجحوا ان سبب تهميش ستانكوفيتش للصابيري هو بسبب انتقاله لفيورنتينا. وتخيلوا معايا ان الصابيري في الشطر الثاني ديال الموسم، اي بعد ما سينا مع فيورنتينا، لعب يلاه جوج د الماتشات، وهاد جوج د الماتشات لعبهم غير حيت كانوا اصابات في الفرقه، وفي وحده من هاد جوج د الماتشات المدرب ستانكوفيتش خرج الصابيري في الدقيقة 36 وقال لك اسيدي الاسباب تكتيكية. والقضية ما وقفاتش غير هنا، بل الكراهية اللي كانت ما بين الصابيري وستانكوفيتش تحولت حتى لعند الجمهور سامدوريا اللي اتهموا حتى هما الصابيري بالخيانة في الوقت اللي كان الفريق كيعاني فيه في مناطق الهبوط. وراكم عارفين التعصب الكبير للجماهير الايطالية، ولكن باش نكونوا متفقين الخوت راه الانتقادات شي حاجة عادية في الكورة، ونتحداكم دابا تعطوني شي لعاب ما تعرضش في شي فترة من الفترات المسيرة ديالو للانتقادات، ولكن اللي ماشي عادي هو أن الانتقادات تخرج من إطار الكورة وتتحول لتهديدات بالقتل، وهذا الشيء بالضبط هو اللي وقع للصابيري، اللي ولاو كيوصلوه تهديدات ولعائلته في مواقع التواصل الاجتماعي. واللي زاد رون وأزم القضية أكثر هو الماتش اللي جمع ما بين سامدوريا وفيورنتينا، فيورنتينا اللي يلاه منتقل لها الصابيري، ففي ذاك الماتش شارك الصابيري، ولكن في النهاية سال الماتش بخسارة سامدوريا ب5-0، يعني الجمهور سامدوريا كان كاعد يال بصح. ومن بعد الماتش الصابيري غيحيي التوني ديالو وغيعطيه لواحد الدري مغربي كان جالس في جهاد الجماهير فيورنتينا، وهاد القضية بالضبط ما تسرطاتش الالتراس سامدوريا، وقالوا لي علاش تعطي التوني ديالك لواحد جالس مع الجماهير فيورنتينا. وهنا الالتراس سامدوريا نهالوا على الصابيري بالسبان، والتهديدات اللي وصلت لواحد الدرجه ما يمكنش، بالرغم ان الصابيري وضح بان داك الدري اللي عطاه التوني كان هاز الدرابو المغرب وكان واعدو قبل الماتش باللي غيعطيه التوني ديالو، ولكن هاد التبرير ما داوهاش فيه الالتراس سامدوريا. وهنا الصابيري وصلت له العظم
وما بقى لي حتى شي حل. فباتفاق مع إدارة النادي ما كملش الموسم مع الفريق وغادر إيطاليا لعند العائلة ديالو في ألمانيا بعد ما كثروا عليه التهديدات من عند الإلتراس. وآخر ماتش كان لعبو الصابيري مع المنتخب كان ضد جنوب إفريقيا في تصفيات الكان، ومن تماك ما ولا عيط ليه الركراكي لحتى شي ماتش. المهم بقات القضية هكاك حتى وصلنا لبداية هذا الموسم 2023-2024، وهنا قرر نادي فيورنتينا إعارة الصابر لنادي الفيحاء السعودي لمدة موسم واحد، وهذا شي باش يقدر يرجع المستوى دياله وياخد دقائق لعب. والصابر بدأ هذا الموسم مع فرقته في السعودية مزيان، ولكن تعرض لإصابة بعدته المودع الملاعب ويالله رادر عملية وكيرجع بشوية بشوية. وحنا كجمهور مغربي في بلاصة ما بدأوا نطلعوها عليه في ليباج يخصنا نوقفوا معاه ونشجعوه حتى يرجع المستوى اللي كان عليه وكتر. لحقاش الخوت راه مستحيل يتجبد إنجاز المنتخب في قطر وما يتذكرش معاه الصابيري والدور الكبير اللي كان عنده، وهذا شي بغينا ولا كرهنا. وأنا شخصيا تايق بلي الصابيري يقدر يرجع المستوى دياله ومتأكد بلي غيرجع قريبا للمنتخب بإذن الله. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان معكم فريد كما العادة ونشوفوا في فيديو الجاي. تهلاو.